السلام عليكم. اليوم نروح نشوف ملعب خمسة جويلية لنقف على مدى جاهزيته لاستقبال المقابلة تاع كأس إفريقيا التي سوف يستقبل فيها فريق شبيبة القبائل نظيره من السنغال. وبالمناسبة نلاحظ أن أرضية الميدان راهي في أحسن ما يرام، في انتظار بدء عملية توسعة الملعب وتغطيته. إذا نترككم تتابعوا ما تبقى من هذا الفيديو، والسلام عليكم.